ننتقل لفقرتنا التالية. دائما الأهل أو مو دائما يعني أغلب الأهالي بيقولوا ابني فاشل، ابني كسلان، ابني خجول، ابني عدواني، ابني مشاغب، بيضلوا بيحكوا عنه صفات كتير سلبية يعني بيرددوها بشكل مستمر، ناسين ومانن مدركين الخطورة يلي يمكن يعني اطلاق هاي الكلمات لهي الخطوره اللي بتسببها الكلمات وخاصه قدام العالم. اكيد، ويمكن مثل ما قلتي بظن اغلب الاهالي انه هالكلمات ممكن تغير من سلوك هالطفل او هالشخص، لكن الحقيقه ممكن تكون عكس هيك تماما. لنحكي عن الموضوع اكثر معنا الدكتوره خيريه الاحمد، اختصاصيه نفسيه اسريه. اهلا وسهلا فيكي، كيفك خيريه؟ اهلا وسهلا فيكي، ينعاد عليكم بالخير والصحه والعافيه يا رب. وعليكي اهلا وسهلا فيكي دكتوره. يعني بالبدايه خلينا نحكي مثل ما ذكرنا بالمقدمه، دائما الصفات السيئه والمتكرره يلي بنوجهها لاولادنا فيها شيء سلبي بالايام الجايه بالمستقبل، مضاعفات مانا جيده على الولد، خلينا نتعرف عليها اكثر. تمام، هلا الصفات اللي هي سلبيه كثير مطلقه بعض الاهالي احيانا بتلقوها على ابنائهم هي لها كثير تاثير سلبي، احيانا بتكون مدمره لشخصيه الطفل من نفسيا واجتماعيا ومهنيا، حتى كثير من الاشخاص مستقبلهم كان مأساوي وكان تدمر بلحظات خلال هي الكلمات. هلا الخطوره هي مو بتكمن بس نحن وقت عم نطلق عليه هيدي الصفات، لا، بتكمن اكثر وقت نحن عم نضل نكرر هي الصفه. هلا للاسف في شيء هو احيانا بعض الاشخاص ما بيدركوا يلي يمكن نحن بلحظه من اللحظات نكون ولد تصرف بطريقه بشغب، يعني بموقف ما مثلا صار في عنده رفقات ثانيين كانوا عم بيشغبوا كثير فاندمج معهم شغب، هو ما له طبعه الشغب، فمن هذا الموقف بصير الاهل بيحكموا عليه انه هو شخص مشاغب، بيضلوا بيكرروا الصفه انت مشاغب انت مشاغب انت كسول انت كسول، فهيدي الصفه بتكرارها هي بتكون مانا موجوده ولا سيما من سمات الشخصيه، فمع التكرار هي بترسخ وبصير هو بيتعامل مع ذاته كانه هي صفه موجوده عنده وبيسوق بالسيره وبيمشي على اساس انه انا مشاغب وانا كسول، هي هون المشكله اللي بتكمن اكثر. وحكيتي شيء عزيزتي وقت كنا عم نحكي عن انه ليش هي امام الاخرين هي صفه سلبيه كثير تماما، يعني هلا امام الاخرين ليه؟ لانه نحن بين بعض اهلنا يعني اكيد بتكون الكلمه اخف ما تكون امام الاخرين، قدام الناس الثانيين هي بتشوه صوره الطفل بشكل نهائي، خاصه للاطفال القريبين من عمر بعض يعني تماما، اذا كان في حدا من جيله كثير بتكون مخجله، حتى هو بده يشعر بالدونيه وبنقص تقدير الذات والثقه بالنفس، فهون نحن بنكون عم نشوه صورته قدام الاشخاص الاخرين، عم نسبب له كثير مشاكل نفسيه وسلوكيه بالايام القادمه اكيد. طيب يمكن كمان في امور ثانيه هلا عم تصير وخاصه بالحجر المنزلي، يعني صار في سلوكيات عن بعض الاطفال كمان من النق للاهمال لتضييع الوقت، وكثير الاهالي كمان عم بيعانوا بالتعامل وتغيير السلوك اللي ممكن اكتشفوا اشياء كثيره باولادهم بسبب الاحتكاك المباشر والقعده الكثير بالبيت، فخبرينا كيف فيهم الاهل يغيروا من سلوك طفل غلط وليس انه مثلا سلوك ممكن يكون انه هو بيتغير او سلوك مرتبط بالعمر، لانه بنعرف العمر كمان بياثر على السلوكيات. كيف ممكن يتعاملوا الاهل مع الاطفال العنيدين، مع الاطفال المهملين، مع الاطفال ممكن شوي عندهم عادات سيئه واخذينها من المدرسه؟ تمام، هلا اول شيء زين رح احكي بشكل عام بعدين رح احكي على الفتره اللي نحن موجودين فيها. هلا بشكل عام نحن بمرحله نمو الطفل اول 5 سنين كثير مهمه بحياه اي طفل، بحياتنا نحن وقت كنا صغار، لانه نحن بهي المرحله عم نقس تماما عم شكل شخصيه الطفل بكل النواحي بكل المجالات، يعني انا هون اذا بنيت وعملت عادات تبعت عادات سليمة مع الطفل فأنا هون عم بعمل شخصية متوازنة، شخصية مناسبة، شخصية قادرة تواجه مجتمع، قادرة تنطلق، قادرة تشتغل بكفاءة وفعالية عالية. فأنا من هون لازم من بداية 5 سنوات لازم دقق وكون كثير حدا مهتم بأي سلوك عم يقومه، سواء أنا اللي أنا قدوة أو أنا شخص هو بده يقلدني الطفل، أو سواء أنا بالعادات اللي رح أسويها مباشرة أو غير مباشرة. هلا بفترة هي السنوات لازم أنا أكون دائما عم بستخدم معه عبارات هي تدعمه نفسيا، عبارات الثقة بالنفس، إتاحة مجال حتى أنا خليه يعبر عن ذاته، ما أقاطعه بالحديث كثير مثل ما نحن بنعمل، أحيانا الولد بضل بيلحق ماما ماما ما بدي أسألك، فهي هلا روح ماني فاضية لك تماما، فمقاطعة الأم لحديث الولد، عدم الاستماع له، هي كلها مشاكل نحن ما بننتبه لها او ما بندركها، يعني بنقول انه ايش شو رح يصير يعني هلا شوي ثاني برد عليه، فهي الكلمات اللي نحن بنحكيها ما بننتبه لها، ما بننتبه لتاثيرها السلبي تماما، ولازم نراعي كمان الفروق الفرديه بين الابناء، يعني انا ما بيصير مثلا اقول قارن ولد بولد ثاني اخوه لانه كثير له مخاطر لقدام،
بيصير في نوع من الكره للاخ الثاني، بيصير في نوع من الغيره، بيصير في دائما عدوانيه. فهذا الشيء كثير لازم انا انتبه له، ودائما كمان لازم انتبه لشغله من القدرات الموجوده عند الاطفال. يعني هلا كنت عم تحكي عن مرحله الحظر، ببلش هلا بتقول لك ليك ابن جيراننا عم يعمل فيديوهات عم بيغني وعم ينشر على صفحه امه مثلا، فكثير هي بنسمع الغيره بين الاهالي. هلا اوكي حلو هذا الحديث يكون في غيره لحتى نحفز السلوك، لحتى ندعم السلوك ونعطيه دافع. تماما، هون خلينا نحكي بهي النقطه. مثلا عندنا طفل ما بياكل ومثلا عنده قرايبينه او اخته الاصغر او اخته الاكبر او بنت جيرانه، خلينا نحكي عند بنت جيرانه انه ليك ما احلاها كيف قاعده عم تاكل عود وهدا وكول. تمام، هذا الشيء غلط ولا هذا الشيء ليحفزه انه ياكل؟ او بالقصص الايجابيه انه نحن نحفزه انه هي هو سلوك صح انه نحن، او حكي كلام تردد هذا الكلام انه صح المقارنه بقصص ايجابيه ولا لا اجباري رح يولد كره؟ لا هلا او حسب العمر؟ لا تماما، هلا اول شيء من لانت كلمته وجبت محبته، يعني نحن لازم دائما نستخدم مع طفلنا الكلمه الحلوه، لانه هو فعلا قوه الكلمه تعادل اي قوه لسه ما اكتشفناها، لانه دائما انت احيانا طفل بيعند وقت تحكي معه باسلوب لطيف وعم تحكي معه بكلمه حلوه، فاول شيء رح يسمع الكلمه، رح يتقرب منك ورح يحبك ورح يسمع عليك الكلام، ففورا رح يرد عليكي. بس انا ماني مع ابدا انه انا قارن الطفل باخته، يعني ليك اختك عم تاكل، هو ما بقى رح يهتم على الاكل، ما بقى رح يهتم لحتى هو ينفذ السلوك اللي انت عم تقدره اياه، رح يهتم انه كيف رح يصير يزعج اخته، فهذا غلط. يعني انا ما لازم، هلا يمكن تمرق مره اوكي ما فيها اشكاليه، بس انه دائما يقارنوا بشخص محدد يصير يتولد تجاه هذا الشخص، انا لا، لازم قارن سلوكه نفسه للولد حتى ولا شخصيته، ما بقول له انه مثلا باسمه انت كسول، لا انا بقول له انت سلوكك اليوم ما كان صح. سلوك دائما بركز انه مو انت شخصيتك هي بالمره ما بتسوى، اكيد لا، انا بدي اقول له اليوم سلوكك ما كان جيد، يعني انت الاسبوع الماضي كنت عم تاكل احسن. لاعمار الاطفال الصغير، هلا الكبار نحن يعني فيك تحاكيهم لعمر صف سادس، هو قادر يستوعب هذا الكلام وقادر يسمع يدرك مدى تاثيره. من عمر 3 سنين واربع سنين، انه انت ليش الاسبوع الماضي امبارح كنت عم تاكل منيح، ليش ما كنت عم تاكل هلا اليوم منيح؟ يعني خليني ما قارن ابدا بشخص ثاني، اذا بدي قارن بشخص خليني قارن باشخاص نموذجيين قدوه بالحياه، مو قريبين من الوسط اللي هو محيط فيه، لا، خليني قارن السلوك ذاته بين فتره وفتره ثانيه، ودائما احكي بحدد نقاط القوه عنده، يعني كثير مهم وقت كنا عم نحكي على فتره الحجر هلا انه قارن بمراكز القوه اللي هي موجوده عنده، ما ضل الا انه انت ما بيطلع معك شيء، انت ما بتعرف تشتغل شيء، انت واحد غبي، طب ليه هذا الحديث؟ اكيد ما لازم احكي هذا الطريقه، لا، خليني ركز على نقاط القوه، يعني احيانا هو الاطفال بحبوا يمسكوا دائما الموبايلات على التكنولوجيا، اي اوكي نتعامل معه بالطريقه المثلى لاستخدام هذا الشيء، بس هو شيء ايجابي وليس سلبي، طبعا شيء سلبي اذا ما قدرنا نستخدمه بالطريقه المثلى، وشيء ايجابي اذا نحن وظفناه بطريقه صح. فانا اذا وظفته بطريقه صح وقلت له انه انت عندك هذا الاهتمام جيد فيه، انت قادر عم تطلع شغلات كثير حلوه، فاوكي وين الغلط؟ بالعكس انا دعمته بهذا المجال، قويت له موهبه يمكن تكون عنده بالايام الجاي، صار يمكن يطلع معه مشروع ابداعي بهذا الفكر اللي هو عم يتجه له. طب خلينا نحكي، يمكن كثير بتلاحظي في اخطاء شائعه، يعني حتى نحن بكل حدا بكل وسطه يعني بنلاقي انه في اخطاء شائعه، انه ليه هيك حكيت او ليه هيك عم تحكي او ليه هيك عم يكون تعامل الاهل، يعني نحن بنحس بالغلط. طبعا. في اخطاء شائعه عند الاهالي هي يمكن وارثينا ايضا عن اهلنا، وفي ناس يمكن ما كثير عندها هذا الوقت او هذا البال الطويل مثل ما بيقولوا لحتى تتعامل مع اطفالها. تمام، انت كيف بتلاحظي الاخطاء الشائعه وشو هي الصح لها؟ تمام، هلا للاسف يعني نحن هيك اللي بلاحظه بين المجتمع، ما حبالغ حنكون بنسبه وسطيه عم احكي، اكيد ما عم حمم، بس الفكره اللي بتكون اما بيكون عندك حمايه زائده تدقيق على كل التفاصيل تماما، انه انا خلص بصير اذا رفع ايده ليش رفعت ايدك، اي شيء بدقيق على اي تفاصيل هو عم يقوم فيه، او بيكون عندك اهمال زائد، يعني الحاله الوسط اللي هي فيها توازن يعني شوي مغيبه، الا اذا كان الشخص ما بالضروره يكون الاب والام متعلمين، لانه هلا بيقولوا انه على التعلم، لا هو عامل مهم ومساهم انه الشخص يكون المتعلم بيقدر يعامل اولاده، اي بس تماما بالنضج والوعي اكثر، يعني احيانا بتلاقي اساليب للاسره ما لها علاقه بهذا الموضوع، بس هي بتنتج اما اسراف زائد، يعني انا ماني مساءله على شيء واهمال تام بهذا الموضوع، او في عندك الحمايه الزائده، وفي الشائع اكثر بالتعامل مع الابناء يلي هو دائما نحن اما عقاب او زائد، يعني انا دائما اوامر ونهي، يعني اذا ما كنت عم اضرب او عاقب انا عم دائما بعطي اوامر نهي، بس عمول هيك لا تعمل هيك، عمول هيك لا تعمل هيك، هذا الكلام دائما اللي على لسان اهالينا، ما فيني انا بقول له تعال نعمل هيدي الشغله سوا، ما في نقاش تماما، تعال نعمل هيدي الشغله سوا، فهو وقت بيقول لي انه انا ما بدي، طب اوكي ليش ما بدك؟
هي ما بتكلفني شيء، هي عباره عن دقيقه او دقيقتين. فانا بهي الفكره يمكن يطلع معي شغلات كثير لقدام، يمكن اكتشف شخصيته اكثر، يمكن اعرف هو يمكن مشكله هو ما عم يقدر يقول لي اياها، اقدر اكتشفها وشخصها واقدر اعالجها قبل ما يصير اي شيء تفاقم. لانه للاسف الاطفال احيانا في بعض منهم، نحن كنا عم نقول انه في فروق فرديه، في طفل بيحكي في طفل ما بيحكي، لانه في عندنا اثار سلبيه لهذا الشيء. مثل ما في اسراف بالحمايه وفي عندك اهمال، في عندك طفل اذا تعرض لهي المواقف هو رح يصير ينزوي ويصير عنده عزله، وطفل رح يكون لا رح يصير فوضى اكثر، رح يصير عدواني اكثر، رح يصير عنيف اكثر. نعم. فانا هون لازم اعرف اتصرف كيف راعي الطفل، يعني اعرف مثل ما تفضلتي من شوي كنتي عم تقولي لي انه قديش العمر، شو عم تسالين انه شو العمر شو الشخصيه. فهذا الشيء كثير مهم فعلا، اذا انا عرفت انه شخصيته هي حساسه فبدي اعرف شو الكلمات اللي لازم استخدمها معه. اذا شخصيته لا ما بيفرق معه شوي لا مبالاه، فكمان في كلمات محدده لازم استخدمها مع الطفل. تماما. قبل ما نختم عندي استفسار، دائما بس يكون ولدين لازم تتامري على الثاني، مثلا انه خلص هلا هو اصغر منك هيك على جنب، والغمزه وانه انت كبير هو ما كثير بيعرف بهدول الامور. هذا الشيء صح انه انت هون بتكوني عم تحفزي الطفل الثاني ولا عم تحبطيه؟ ولا تخيلي يسمع الطفل الاولاني انك هيك عم تحكي انه او تيجي ضد الطفل على طفل او هدول كمان القصص قديش بتاثر؟ كثير سؤالك حلو، لانه انا بدي احكي شغله يعني نبهتيني اذكرها. كثير نحن بنتعامل مع ابنائنا للاسف كمان انه بطريقه انه الولد ما بيعرف او ما بيفهم، لسه ما هو عارفان شو عم بحكي له. لا ابدا، الطفل اذكى من هيك بكثير، يعني نحن بنفكره انه مو ذكي لسه ما بيعرف شو عم بحكي له. هو ابدا، هو اصلا وقت بده يحصل على شغله مننا هو يعني اذا بندقق شوي بنشوف قديش الاساليب فيها ابداع وفيها حربه او فيها اساليب هيك لحتى يحصل على الشغله. فهو ابدا ما هو حدا غبي ابدا، بالعكس قمه الذكاء. ولازم ابدا ما استخدم، انا مع انه من طفل من هو وصغير ركز على انه يكون في صدق وشفافيه بالتعامل معه، لانه دائما اذا انا تصرفت بهي الطريقه معه فهو قادر يكون بالمجتمع هو هيك، ما راح يكون لا متلون وصاحب مؤامره بيكون. تماما. اكيد ما عنده هي نظريه القصص انه انا عم يتامروا علي وانا شخص انه العالم كله بتحب تفشلني، وهدول هي فعلا مشكله سلوكيه ومشكله نفسيه عند الشخص بتكون. لا، خليني اكون شفاف وواضح وصريح بالتعامل معه، مع استخدام بعض الصفات اللي هي صفات لبقه، صفات حميده، انت قادر، انت بتستطيع، انت حدا قوي، هي فتره وبتمر، يعني هدول الكلمات اللي كلياتنا بحاجتها مو بس الاولاد الصغار. أكيد. يعني مثل ما قلتي الكلمه الحلوه طالعه وطالعه، فخليها تطلع من القلب. ودائما احلى علاقه بين الاهل والولاد علاقه الصداقه. بنتمنى كمان كل الاهالي يكونوا هيك ويكونوا مستمعين جيدين لاولادهم. شكرا لك دكتوره خيريه الاحمد، اخصائيه نفسيه اسريه، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم صبايا، يعطيكم العافيه. شكرا لك. وبالختام بدنا نقول مو غلط دائما لحتى نحافظ على الصحه النفسيه لاطفالنا انه نتابع اختصاصيين نفسيين. أكيد. او ارشاد نفسي صار في كثير عنا وصارت هي شغله كثير عاديه معنا، ابدا شغله سلبيه. شكرا كثير لك. شكرا. اهلا وسهلا. اما هلا